بصفتي سفيرا لألمانيا أود هنا أشكركم في البداية. أود أن أبين ما تم ذكره من قبل معالي الوزير والأخوة المشاركين. What you see here is the government of national accord delivering to the Libyan people. And Germany is very proud to contribute to this effort of the Libyan government. وألمانيا تفتخر بمساهمتها في هذا العمل بعد الحكومة، حكومة الدكتور. مع الوزير والممثلين المحترمين من الأمم المتحدة والحكومة الألمانية، الاتحاد الأوروبي بعد فترة قصيرة تريد عالم مساعدة بالإضافة تمويل إضافية لهذا الصندوق لهذا البرنامج. لأنه إحنا كاتحاد أوروبي إحنا مقتنعة إنه البرنامج هذا من هذا الصندوق الاستقرار يساعد بعمل to improve daily life where they live in their communities. من أجل تحسين المعيشة اليومية أينما يعيشون في أماكنهم ومجتمعاتهم. في نهاية إنه أظن إنه الشغل المحلي عبر هذا الصندوق والبرنامج هذا يساعد لكل البلد، لأنه المصالحة والشغل الملموس في الأرض للبناء السلام المحلي هذه كمان رسالة من المستوى المحلي للسياسيين في كل البلد، إنه الليبيين كشخص هم يريدوا حاليا السلام والتفاهم الحل المتوسط، لأنه في الجيل الجديد اللي تريد يبنى البلد. For education, let me start where the minister was also mentioning that the stabilization facility is one tool, one instrument. يغطي كل الاحتياجات، في الواقع نركز على الخدمات الأساسية والأولويات التي تلبي حاجيات الأفراد. مثلا عودة الأوراق، هذه حظينا بهذه الفرصة عودتهم إلى بلدتهم ونقوم بمساعدتهم، هي تعتبر أداة. وفي الواقع بالنسبة للنازحين الآخرين مثلا من سرب وبنغازي وغيرها، هناك أدوات أخرى وكيانات أخرى وأجهزة أخرى أيضا. مثلا في الأسبوع منذ يومين اعتمدنا خطة استجابة إنسانية حيث تخدم هؤلاء النازحين، وهناك برامج الاتحاد الأوروبي أيضا الذي يقدم الخدمات ودول مانحة تقدم الخدمات للنازحين داخل البلد. بالعبر هذا الصندوق وبالعبر النتائج الملموسة بالأرض، الشاب الليبي يستلم رسالة واضحة إنه الاتحاد الأوروبي تريد يساعد الشاب الليبي، كل الشاب الليبي في الأرض الليبي من الشرق للغرب ومن الجنوب للشمال، رسالة للسلام والسياسة المجاورة، لأنه الاتحاد الأوروبي والشعب الليبي إحنا جيران. ويمول أيضا بالمشاركة بين الأطراف التي ذكرتها من الحكومة ومن الأطراف الدولية المشاركة في هذا البرنامج التي ذكرناها. طبعا مجلس الإدارة منذ البداية يعني اعتمد عدد من المعايير التي يتم على أساسها اختيار المدن والمناطق المختلفة لأنشطة البرنامج.